علاقة مع الجنس الآخر كيف؟ والله العلاقات بين الأولاد والبنات تختلف طبعا، ففي التعامل وفي الصداقات وفي أي حاجة يعني. فالواحد بس دائما يخلي علاقاته حلوة، يخلي علاقاته تمام بين الناس عشان حياته تتصلح يعني كده في الجامعة وهنا. بعدين العلاقات الطيبة بين الناس طبعا هي أحسن حاجة للإنسان، والعلاقات بين الأولاد والبنات في كثيرين منهم فاهميننا خطأ يعني، منهم بيقول لك مثلا ديل زي الكلام الناس الجامعي بحنكوا مع بعض كلام ده، أو مثلا أي اتنين شايفينهم قاعدين مع بعض يقول لك ديل بيخلطوا. فكل زول فهمه طبعا، فالثقافات برضه لها دور كبير في الجانب ده، ويا ريت فهم الناس تصلح وتكون واعية أكتر من كده يعني. والله طبعا هي فكرة العلاقات بين الطلبة داخل الجامعات، يعني هي علاقات لا يتفهمها إلا الجامعيين اللي هم الناس اللي يعني عايشين الحاجة دي وهم جواها، زي ما قاعد يقول المثل السوداني، في البر عوام وفي اليد في الموية ما زي اليد في النار. يعني الزول اللي بيكون جوا ده هو الفهم شكل العلاقة بتكون كيف. يعني المجتمع في الجامعة شايفه إنه يعني بقت حكاية الجنس الآخر دي ما فيه، يعني نحن كلنا واحد. يعني زمان يعني بيقول لك الشباب ماشيين البوش، هسه بقينا الشباب والشابات ماشيين البوش مع بعض. يعني العلاقات بقت يعني نحن شايفين احنا انه ما في حاجه اسمها جنس اخر، نحن كلنا واحد. في خصوصيه معينه كده بس، يعني مثلا الاولاد عندهم اماكن معينه مثلا لما يكون عندهم حياه خاصه عايزين يعملوها، البنات نفس الشيء، الشعائر الدينيه وحاجه دي بتكون منفصله، لكن باقي الحاجات نحن كلنا مع بعض وعلاقاتنا حميمه جدا مع بعض، وكل يعني فكره التعاون ما بيناتنا يعني هي تعاون بسيط جدا، ما بينفرق بين الولد او البيت او حاجه زي دي يعني. نعم. فاطمه. بسم الله الرحمن الرحيم. بجد يعني علاقه الجامعه بجد حلوه جدا، بس اكيد في اي حته يا احمد يعني بتلقى في السلبيات وفي الايجابيات، فلازم الزول يوظف كل حاجه في الايجابيات، وده بيعتمد على شنو؟ على التربيه والتنشئه من البيت. يعني من البيت عارفين انه دي الحاجه دي صح ودي الحاجه غلط، اكيد الزول لما يطلع لاي مجتمع ثاني بيقدر. بعدين قصه انه برضه المفروض تكون في رقابه في البيت، يعني هسي انا بشوف انه مجرد ما الزول خش الجامعه كان ولد ولا بنت بيفتكروا انه خلاص يعني ثاني ما في رغبه، بالعكس انا بقول انه في المفروض تكون في رغبه. بحبذ علاقه الجامعه هنا تكون يعني اخويه، ولازم الزول يعني يكون في علاقات اجتماعيه كبيره جدا في الجامعه، لانه من الجامعه الزول يعني شخصيته وكينونته، يعني شخصيته وكينونته بتبدا من الجامعه، تكوين شخصيته ذاتها. والله يا احمد انا شخصيا شايف انه في الجامعه بتبدا في نوعين من العلاقات، يعني في الصداقات وفي العلاقات بتاعت الحب اللي هي ممكن تتطور وتصل لمراحل بتاع الزواج. في لكن الكلام ده حقيقي والله 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 هو في ناس، في كمية من الناس، أو أنا بعرف كمية من الناس بدأت علاقاتهم في الجامعة، بدأت علاقة بتاعت حب اتنين قاعدين جنب بعض في شجرة تحت جنب في قطية وغيره، فبتبدأ الحاجة بالشكل ده، اتطورت وصلت للأهل والناس اتعرفوا على بعض ووصلت لمرحلة الزواج وأبناء وأسرة كونت يعني. فالعلاقات الجامعية حلوة، العلاقات بين الجنسين علاقات جميلة، ويعني في الجامعة ما في تحفظ، يعني الناس بتكون ايزي ده. ايوه اصحاب. اصحاب. طيب يا فاطمه، يعني لو جينا رجعنا للحته بتاعت انه يعني غير العلاقات اللي هي ممكن تصل لزواج، ديك العلاقات بتاعت الصداقه، تفتكري انها ممكن تتطور لقدام؟ يعني حتى لما الجامعه تنتهي ممكن يكون عندك مثلا اصحابك او عندك صحباتك كده، علاقتك تستمر معاهم لقدام بعد ما الزول يتزوج ويكون اسره وكده، ولا الحاجه دي صعبه؟ عايزه اقول لك حاجه يا احمد، انه اقوى الصداقات هي اللي بتبدا من الجامعه وبتمشي لقدام، وحتى علاقه الصداقه ممكن تؤدي لزواج، بس يعني يمكن تكون في الجامعه. يعني بصراحه العلاقات بصراحه ما بتستمر لو كان من الولد او لو كان من البنت. العلاقات العاطفيه مثلا، العلاقات العاطفيه هي الصداقه هي اللي بتستمر لقدام وبتمشي لقدام. ايوه. لكن كحب او كده هي صعبه شويه، يعني لانه بيكون في تقلب بتاع اجواء وبتاع افكار
وكذا يعني. مصطفى احنا حنضغط عليك، ممكن تتزوج من الجامعه؟ أه والله هو طبعا الزواج هي مجموعه من المواصفات انت بتبحث عنها عن شريكه حياتك، فاذا وجدت في الجامعه ما عندي مانع، وافضل كمان انها تكون من الجامعه، يعني لانه انا حتكون مثلا الزوره اللي اخترتها دي هي قدامي على الاقل 4-3 سنوات، شايفها، قدرت افهمها، عارف يعني اهتماماتها شنو، يعني بتقلل لي فتره انه انا بعدين عشان بدل اعمل فتره بتاعت خطوبه او اعمل فتره بتاعت كده بكون خلاص عرفتها، حتى علاقاتها هي في الجامعه بكون عارفها انه هو صحباتها منو اصحابها منو، فانا افضل ذاته انه شركه حياتي تكون من الجامعه. ايوه ابتهال، رايك شنو في القصه بتاعت الزواج من الجامعه دي؟ ففي علاقات فعلا بتاعت حب تنتهي من مع نهايه قبل التخرج، يعني خلاص نهايه السنه انتهينا خلاص، او في طبعا ظاهره الحب السمسترات. طبعا الحب السمسترات دي حلوه دي. الحب السمسترات يعني الواحد خلاص السمستر انتهى خلاص يشوف غيره، فما عارفه انا الاولاد دي شايفين بنات الناس دي شنو ولا شنو، لكن صراحه البنات هم بيفرضوا احترامهم على الناس، ففي علاقات فعلا بتستمر لحد الزواج ولقدام وهنا تكون حياتهم سعيده، وفي منهم زي ما بيقولوا بيلعبوا، ودول طبعا ما شاء الله يعني شايفهم بكثره. طيب نحن لسه متواصلين معاكم ولسه متواصلين مع المشاهدين وعاوزين نرجعكم.